السلام عليكم اخوتي. اخوتي ضيعوني انا في ولد اختي، مسكيني في العيد تبارك لي العواشر مشايل عند جدو قاتلينو. شنو بغيتو عندو؟ شنو بغيتو عندو؟ زايدين دابا تتهضروا في تتقولوا لا واه جاو هما مهجمين علينا، السيد غادي غير معروض مسكين. واش ما يمشيش عند جدو؟ ما يمشيش معروض للسبوع؟ تتقولوا لنا لا واه هما اللي هاجمين علينا؟ راه لا يعقل هذا الشيء هذا. السي الحموشي خذنا حقنا، الله يسهل عليك. راه غادي نطلعوا لذاك الدوار، راه غادي ندرسوه واقيلا كاع، الله يسهل عليك. الا شوفوا لنا من حقنا وخذوا لنا حقنا، راه ولد اختي راه مازال صغير وميتمين الوالدين، ما فهمتش انا شنو غادي نقول لكم كاع. خذوا لنا حقنا الله يسهل عليكم، عاش الملك. خذوا لنا حقنا. وخارجه هي وانطيط وكتسنطح قدام المباشره هكا كيما تنهضر انايا مع اونلاين فيديو، ما عرفتش انايا، وجالس انت يهضروا بوجههم احمر. كي داير هذا الشيء هذا؟ علاش ما تجيش هاد الشرطه هادي ولا هاد الجندارم اللي محكمين في ذاك القنت يشدوهم؟ الله يرحم الوالدين، شوفهم لهاد الشيء هذا. راه الرشوه راه بزاف على هاد الرشوه هادي، راه واخا يكونوا هذوك المخزن تيخافوا منهم كاع، ما خصهمش يديروا هاد الشيء هذا. ديروا شي حد لهاد الشيء، الله يرحم الوالدين، ديروا شي حد. الله يرحم الوالدين وعاش الملك، عاش الملك. الله ينصر سيدنا، خذنا حقنا الله يسهل عليك، ولا راه غادي ناخذوا حقنا بيدينا. السلام عليكم خوتي المغاربه، احنا ما نعاودوش نفس الهضره اللي قالوا كاع الاخوان، ما غنهضروش على الطيبوبه ديال هذا السيد، ما نهضروش على الاخلاق ديالو، ما نهضروش على هاد الحوايج كاملين اللي هضروا بها هاد الناس هادو كاملين. حيت كما قلت لكم البارح، راه ما يمكنش هاد الناس هادو مخلصين باش يقولوا هاد الهضره هادي. راه الحب ديال داك السيد هو اللي كيخلينا نهضروا بحال هكا. بالنسبه لذاك الفيديو الباح اللي شافوه بزاف ديال المغاربه، نضوا الناس الاخرين العائله الاخرى داروا واحد 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 الفيديو بحال بغاو يكذبوا داكشي اللي قلناه. هاد الناس هادو كنقول لكم بانهم مصيفطين من عند واحد الناس اللي متخصصين في القانون، اللي بغاو يجمعوا الدوسي. شنو بغاو يديروا؟ بغاو يردوا هجوم وتبادل الضرب والجرح المؤدي الى الموت. وحنا ما غادوش علينا هذه القضيه، حنا كنعرفوا مزيان في القانون وكنفهموا في القانون بان الطعن، والناس اللي دايرين التشريح والضابطه القضائيه راه يعرفوا احسن منا في هذا الشيء اللي كنقولوا. اذا شنقول لهم؟ راه حنا حقنا غادي ناخذوه باي حاجه بغاو، بلا ما يبقى يخرجوا الاكاذيب ويخرجوا شي حوايج اللي كنقولوا حنايا غير الدعايات. هذا الشيء راه باين، راه الطب تشريح طبي، والناس ديال الطب راه عارفين هاد الحوايج هادو، عارفين بان هاد السيد هذا تضرب من اللور راه مغدور، وكان غير بوحدو، ما كانت لا عصابه لا هما 10 الناس لا مسلحين لا حتى شي حاجه. وما كرهتش واحد الهضره قالوها هما في الفيديو اللي سمعت انا، قالوا بانهم عندهم شي فيديو كيوثق هاد الشيء اللي قالوا بالضبط. حنا ما كرهناش نشوفوا هاد الفيديو هذا ونحطوه امام السلطه. اذا كانوا هاد الناس هادو مشاو عصابه، يدكم طويله علينا سيدي. ولكن حنا عارفين بان هاد السيد مشى بوحدو، هاد الناس هادو كيقريهم ناس كيفهموا في القانون اللي عطاهم شنو يديروا، باش ما تبانش جريمه تقاتلوا فيها بزاف ديال الناس عصابه. بغاو يقولوا لي تبادل الضرب والجرح، وبغاو يقولوا لي بانه هو هاجم علينا، وحنا راه ما غاديش هيهات ثم هيهات، حنا راه كاع ما غادوز علينا هذه القضيه هذه. وشكرا، حنا كنعاودوا نطالبوا بالحق ديال هذا السيد، وغنبقاو نطالبوا به كل نهار، وهذه الكنازه ما غاتكملش كل نهار، حنا غنبقاو نهضروا في هذه الحوايج هذو حتى غيرجع لنا حقنا. عاد غادي نبردوا، راه حتى واحد ما برد، راه سلا جديده كامله، لا حيمول اسماعيل لا سلاله بزاف ديال البلايص، حتى واحد ما برد، كلشي بقات فيه الحرقه ديال عبد الله في قلبه. الله يرحم لكم الوالدين، مازال كنعاودوا نشدوا الناس اللي كيفهموا في القانون يعاودوا يفتحوا هاد الدوسي هذا، هاد الملف هذا، ويفهموا مزيان شنو واقع فيه. حيت هاد الناس هادو راه بغاو يطيحوا عندنا الباطل، وبغاو يخرجوا منا بطريقه اللي قانونيه، وحنا راه ما غاديش يديروا معنا هاد الشيء، حيت حنا كنفهموا في القانون، عندنا ناس ديالنا اللي كيفهموا في القانون. تنقول لكم واك واك الحق، هاد الشيء راه باين. السلام عليكم خوتي المغاربه، خواتاتي المغاربه، هاد السيد هذا راه رزاونا فيه بزاف، راه كان بحال خويا الصغير، ورجل طيب وخلوق، والشهر ديال رمضان كامل والصلاه والعباده، وكيفطر مع عباد الله جاو يخدموا هنا. رجل ريادي، وراه دار واحد المسابقه ديال التراكسيو وفاز بها، ورجل جميل، وداك الكلام اللي قالوا لي حنا ما غنردوش عليهم بالمثل، حنا الصوره غانيه على التعريف. راه الدري كيدير اللهم بارك، مالي مرضي باه مرضي مو، كان اطيب خلق الله، اللي مريض يمشي يزورو، اللي مدابز يمشي معاه يفك ليه المشكل، اللي هز شي بوطه يهزها ليها. انا راه كان تيجي يضرب 40 كيلومتر باش يجي ويرجع، يقول لي انت خويا كبير خويا عبد الله. وراه المغاربه راه السلاويين كاملين من سلا الرباط تمارا بوقناد اللي مشي تصور معنا مرحبا، على هذا الكلام اللي تيقولوا راه ما كاينش. الدري مشى يزور جدو وسبوع ديال خالو، خرج لقى جدو طايح، راه من طبيعه الحال غدروه وقارينها ليه، قارينها ليه، راه ديجا عندهم دعوه، با خرجوا ورفع عليهم دعوه، ضاربين ليه جدو، خرج براءه وما تسرطاتش ليه. وجات المراه هنايا، وجات المراه هنا وشهدات، قالت كلام بان السيد راه كانوا ناويين عليه. السيد راه درويش، راه من اطيب غراكو كان غادي يدابز غيمشي مسلح،
واش غيمشي هو غادي من هنايا حتى لتما باش يدابز؟ عليكم انا نقول ما نطولش، نقول واحد الكلمه اللي هي باينه، ان نشد السلطات ديال هاد البلاد، واعظم سلطه في هاد البلاد اللي هي الدرك الملكي. راه الناس في القرق كيضيعوا والجندارم دايرين ما بغاو، وحنايا غادي نناشدوا هاد الناس ديال السلطات. لك كنتو كيما كتقولوا هادي بلاد الحق والقانون، وبينوا لنا هاد الحق والقانون، راه حشوم هاد الناس هذا، راه حنا تيتمنا في هاد السيد هذا، وما كاينش شي واحد في السلسله الجديده غايقول لك شي كلمه خايبه على هاد السيد، حيت هاد السيد كيتعامل مع الناس، كانه اخوهم. ورا بزاف هادشي، راه عينا ما نصبروا حنايا، راه النهار الثالث هذا صبرنا بما فيه الكفايه، وهاد الناس اللي داروا هاد الجريمه مازال خرجوا بفيديوهات اخرين وبتصاريح اخرين كاذبه، كيكذبوا علينا وعلى المجتمع كامل المغربي. انا الاخوان ما غنشكرش لكم هاد الدري هذا، حيت كلشي شكروا، ما يمكنش لي نشكر انا واحد السيد اللي كلشي كيشكروا، والناس كاملين كيشكروا، السله القريه الواد السله كامله كتعرفوا بانه طيب. والهضره اللي بغيت نقول، انا ما غنوجه لتا شي واحد، انا نوجه للسي حرامو، السي حرامو من هذا المنبر تنطالبوك تفتح تحقيق عند وكيل الملك وكاتب الضبط، بغينا نفتحوا تحقيق في هذه الجريمه عاوتاني تعاود من الاول، ونعرفوا الملابسات ديالها، ويجبدوا لنا الدلائل اللي قالوا هما في الفيديو، يعني اي كلمه خرجت في الفيديو ديالها ما يتحملوا المسؤوليه ديالها، وحنا اي كلمه خرجت في الفيديو ديالنا كنتحملوا المسؤوليه ديالها، وحنايا راه حبسانا حاجه واحده، هما عائلة المرحوم، هما اللي حابسيننا. راسلة كاملة كتعرفوا، سلا الرباط تمارة، تقول لهم عبد الله يقول درويش، وراك سمعتوا السيد بكا كاع، راه صاحبو، والناس ديال الإقامة، الإقامة ولات ظلام بلا عبد الله. أنا كنت كنجي هنا ريحته باقي كنشمها. رزاونا في هاد الدري هذا، الله يرزيهم في هاد النار، والله ياخذ فيهم الحق، وكنطلبوا من رجال الدرك الملكي يخدموا الضمير شوية، هذاك راه ولدهم. ولا ماشي شوش تاخذوا لينا نتوما حقنا، شكون غياخذوا؟ راه ولدكم هذا، اليوم مات عبد الله، غدي موش واحد اخر. بارك من الرشوه، بارك من، راه ولدكم هذاك، راه روح هادي، روح، راه الله حرم تقتل روح وحده، كيفاش غتقابل مع امام الله؟ وخارجين وتيكذبوا وما كانوش وما داروش، ومع عائله كامله كتضرب، اختو الصغيره عندها 8 سنين شهادات. وباقا تقول هذا الكلام 20,000 مرة، حيت علاش ما قايلينوش ليها حنايا باش تقولوا؟ كتقول من هذاك الشيء اللي شافته، مو مرضات نفسيا، باغي حماق، شو ها هي مرضات، خو شو كي عائلة دمروا عائلة على قدها، وخارجين تيهضروا بوجههم حمر، حشومة، اش غايقولوا الله عز وجل؟ حنا راه شهادة لله، وهذه الهضرة اللي تنقول نتحاسب عليها أمام الله، بأن هذا السيد طيب وخالوق ورجل طيب، والله الله يرحمه في هذا النار. هادشي هذاك الشيء، هادشي ما يقبلوه حتى شي عبد الله، ربي لا العبد، هادشي كثير هادشي هذا. ايه 10,000 ريال مشات لي انا، درت جيبي هكا مشيت نخلص، والله القسم مشيت للدار نص ساعه جاب لي 10,000 ريال. علاش؟ حيت السيد اللي شكيت فيه انا قلت له خذ 4,000 ريال، ورد لي 6,000 تدير، 4,000 ريال حلال عليك. جابهم لي، منين جابهم لي هذه قلت له 4,000 ريال، ما بغاش ياخذها، والله ما بغى ياخذ هذاك 4,000 اللي قلت له الاخرين غياخذوها. خذاها بزز باش خذاها، ما تيرضاش السيد شكل عنده النفس هنا وقلبه بيض. وراه كاع المغاربه، خوتي المغاربه، خواتاتي المغاربه، بارطاجيو هذا الفيديو، راه كتعرفونا وكتعرفوا الصومعه ديالنا، راه ما كاينش الكذوب، كذوب حرام، علاش غنكذبوا حنا؟ حنا راه اللي كاين تنقولوه، حنا بغينا حق ولدنا، ضعنا فيه، مشى يزور جدو جابوه في صندوق، مو باقا تتسناه يرجع. نقولوا راه بحال عبد الله رجال، باقا الوقفه ديالو والطاوله ديالو والهيبه ديالو راه كانت تيجي عندي بحال القمر. هذاك السيد راه اللهم بارك، اللهم بارك، والله ينصرو، والله تنطلبوا من السلطات والسي الحموشي وجلاله الملك يتدخلوا، وبغينا هذا الميساج يوصل لاعلى سلطه في المغرب. هذا الميساج يوصل لاعلى سلطه في المغرب، حيت حنا ما غنهضروش معاهم بالمثل ولا غنقاتلهم بالمثل، حنا لا بغينا حق ولدنا يرجع لينا. والسلام عليكم.